كيف نوفق بين فكرتين أو مقولتين على من يشتهي في مسألة ما؟ المقولة الأولى: من سبقك إلى هذا القول، نريد طلبة علم نوابغ أو عباقرة أو مجتهدين. نعم، من سبقك إلى هذا القول، هذه قاعدة مهمة جدا نلتزم فيها. يعني إذا كان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل يقول: لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، لا تقل بقول إلا ولك فيه، يعني سبقك أحد إلى هذا الفهم. ويقول ابن تيمية وهو من هو أيضا في العلم، يقول: ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام، ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام. وأذكر مسألة وقعت لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كنا في الدرس فتكلم عن مسألة المسح على الخفين أو الجوربين، مسح على الخفين والجوربين على كل حال. فقال، ذكر مسألة يعني فقهية يعني جزئية، وهي المسح على الجورب بعد خلعه وكان قد مسح عليه، يعني لبس ما غسل رجله ثم لبس الجورب ثم جدد وضوءه أو انتقض وضوءه ومسح عليه، انتقض وضوءه ومسح عليه ثم بعد نزعه ثم لبسه مرة ثانية، هل يمسح عليه أو لا يمسح عليه؟ أذكر الشيخ قال لنا، قال: ظاهر أنه أدخلهما طاهرتين يمسح عليه، يقول الظاهر، لكن لأني لم أجد أحدا من أهل العلم سبقني إلى هذا القول فأنا لا أقول به، أسكت. هذا هو الورع، هذا هو الورع. الإنسان لا يتجرأ بالفتوى. بعض الناس يفتي يفسر الآية أو كذا وما سبق إليها أبدا، وهذا لا يجوز. فعليه التقلى، الحمد لله أهل العلم ما تركوا شيئا، وذلك الإنسان ينبغي له أن لا يتعجل بالفتوى، ويحرص النبي يفتي أو يجاوب على كل الأسئلة التي تطرح عليه. الإمام مالك وهو من هو أيضا إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى، اشتهر عنه أنه جاءه رجل من الغرب من المغرب فعرض عليه 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل، قال: والباقي؟ قال: لا أعلم. قال: ماذا أقول للناس عندما أرجع؟ أقول مالك لا يعلم؟ قال: نعم، قل لهم مالك لا يعلم، شو المشكلة يعني؟ قل لهم مالك لا يعلم. يعني أنا أرضيك وأغضب بالله؟ لا أعلم، لا أعلم، ما في شيء. لكن مشكلتنا نحن، كثير منا ما يحب يقول لا أعلم، يرى أنها كأنها نقص. شو لا أعلم؟ أنا لا أعلم، من اللي يعلم إذا أنا لا أعلم؟ واضح؟ ففيها شوفة النفس أن لا، لازم أنا أعلم. لحظة لحظة لحظة، أدبرك أدبرك. وإذا كان بعض السلف يقول: إذا جاءك من يستفتيك فاحرص أولا على نفسك كيف تخرج منها لا كيف تخرجه منها. أو شيء أنت فكر بنفسك أنت شلون تطلع منها، مو شلون تطلع منها. بعض يقول: لا لا، أنا طلعك، أنا خرجك منها. أذكر قصة وقعت لي مع أحدهم رحمه الله توفي، الله يغفر له. يقول: جاءني شخص فقال لي: بيتي انهدم، انهدم بيتي. قال: لي ما؟ قال: طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وعندي منها 13 ولدا، خلاص تدمرت حياتي. يقول: فقلت له: انتظر انتظر، أسألك سؤال. قال: قال: هل في إحدى الطلقات هل طلقتها كانت حائض؟ سكت قليلا، قال: نعم، أذكر في واحدة كانت حائض. بس خلاص، في قول لابن تيمية يرى أن طلاق الحائض لا يقع، خذ به خلاص انتهى الأمر، ارجع حق زوجتك. فالتفت إلي وقال لي: ما رأيك؟ خلصته أتركه يخترب بيته؟ خلصته أو أخليه يخرب بيته؟ قلت: لا، أنت ما خربت بيته، أنت خربت دينه، أنت خربت دينه وخربت دينك أنت أيضا. عندما تبحث عن الشواذ في الأقوال وتقول خذ بهذا القول مع أنه لا يعتقده، ولكن حتى يخلصه. فإذا كانت نظرتك كيف تخلص من يستفتيك، أبشر بالنار،
ابشر بالنار. إذا همك شلون تنجي الناس تخلص مشاكل تحل مشاكلهم ابشر بالنار. أهم شيء شلون تطلع نفسك. ولذلك قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. يقول عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، ما يشتهيه السلطان. ماذا تريد أيها السلطان؟ أبي حلال، حلال. أبي حرام، حرام. يفتي بما يشتهيه السلطان. عالم الأمة هو الذي يفتي بما يشتهيه الناس، يبي الشهرة بين الناس. سهل سمح، حلال، ينهي مشاكل الناس، حل مشاكلهم، ما هي المشكلة. عالم أمة كما يقول ما يطلبه المستمعون. الثالث عالم الملة، وهو الذي يفتي بما يعتقد أنه الحق. أرضاك لم يرضك موضوع ثاني. المهم أني أنا أنجو عند الله تبارك وتعالى، أنت مشكلتك، أنا ليش أدخل معاك النار؟ وحل مشكلتك بنفسك. فالقصد إذن أن الإنسان في الفتوى عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقضية من سبقك إلى هذا القول قضية مهمة جدا حقيقة. نريد طلبة علم نوابغ أو عباقرة؟ نعم نريد طلبة علم نوابغ ومجتهدين وعباقرة، نعم نريد هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج من هذه الأمة من يكون كذلك.